أجمل نهضتنا بإذن الله، ما أروع يجمعنا رسول الله، كتاب أمة كتاب قومة نهج رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله، ما أرقى أن نحيا بإسم الله، ما أغلى يهدينا رسول الله، بيان واضح مورد مجدد روح رسول الله، كتاب نهضة كتاب وحدة حبيب رسول الله. السلام عليكم إخوتي الأحبة في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته. خلونا يا شباب نبين أنه دائما في مشاهد ربنا يفعلها لتعري مواقف. كل المشاهد اللي نراها دائما وأبدا ربنا يفرز منها ويبين منها ويصطفي منها، فهي للصالحين بإذن الله لهم وللطالحين عليهم. ونيجي نحكي يا شباب بالأول عن بعض المشاهد. نحكي عن المشهد الأول. دائما وأبدا انتبهوا يا شباب، مع القيام لله ولرسوله والجهاد في سبيل الله دائما وأبدا كسنة إلهية يظهر أنطاع، اللي هي جمع لا نطع. هذول سبحان الله دائما يظهروا عند المحن والقيام، ولا تفكروا هذا إشي بعيد، يعني هؤلاء دائما مثل ما ربنا أشار، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون، يعني هذول من يخلقوا ما لا تعلمون للتثبيط هيك دائما، وللخلخلة وللبلبلة ولإثارة الفتن دائما، هذا المرجفون في المدينة، ودائما هذول تراهم كل من يقوم لله سبحان الله، لو ما فعلت لو ما سويت لو مش عارف إيش، دائما موجودين هذول كسنة إلهية. فتعالوا يا شباب نحكي بالنسبة لهجوم المقاومة لأول مرة على الصهاينة والكيان الصهيوني، إنه هذا إلو يا شباب أصلا ثلاث محاور للتأصيل، حتى ما يكون الكلام هيك على عواهله وكل واحد يحكي في كلام وينعق بما لا يعلم وغير مؤصل على الله ورسوله. الكلام لما يكون يا شباب هيك بصير كل من هب ودب يحلل ويتكلم، فلازم ضبط ومرجعية للأمر بالله ورسوله دائما وأبدا، وحتى يكون الكلام مؤصل، لأنه بصير يقول لك والله هذا الهجوم طلعوا أنتوا عواقبه، إيش رح يصير في الناس وقديش يعني رح يموت ناس وقديش ألوف، فهل هذا صحيح؟ تعالوا نتبين هذا. أولا يا شباب احفظوا هالقاعدة، لا عواقب مع أمر الله ورسوله، وإنما تدريج كوسيلة وليس غاية. في أمر الله ورسوله يا شباب أصلا وتأصيلا لا ننظر لعواقب الأمور. إذا أمرك الله ورسوله سمعا وطاعة لله ورسوله دون النظر للعواقب، بإمكانك أنت تتدرج للوصول للهدف كوسيلة يا شباب وليست غاية. إحنا ما منتدرج عشان نتدرج، والله مش إنا 100 سنة لا نتوحد ولا ننهض ولا نغير عشان قاعدين منتدرج، إذا أصبح غاية فهذا هلاك يا شباب.
فممكن التدرج للوصول للهدف كوسيلة وليس غاية. فأولا لما تيجي تدافع عن دينك وأرضك وعرضك ومقدسك وهذا بأمر الله ورسوله، لا نظر للعواقب إيش رح يحدث. هاي كقاعدة رئيسية تأصيلية لكل من يقول مش شايفين شو بدها تكون العواقب. هذا أول. طيب لأنه يا شباب مثلا هو أنت بتعطينا قواعد من عنده، طب تعالوا نشوف رب العالمين إيش بيحكي فيه هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. واضح المسألة؟ مش إيش بده يصير، لا. طيب الأمر الثاني، هل الصهاينة كفوا ولو يوم عن القتل والمجازر مثل ما فعلوا ولاحظوا مؤخرا يعني في جنين؟ وهل اكتفوا عن الاعتقالات؟ وهل اكتفوا عن اقتحام المسجد الأقصى؟ يعني هل هم توقفوا عن هذا حتى نحكي ما نستفزهم فما يقتلوا المدنيين؟ هم كل يوم من سنين لا يتوقفوا. فأصلا الكلام إنه مش شايفين إيش بده يكون ردة الفعل على هذا الهجوم وهذا الجهاد المبارك ما إله أصل. لأنه يا شباب أنت مش والله بتترك الواحد يقتلك شوي شوي، مو هذا اسمه قتل. يعني كل يوم انتهاك المقدسات، قتل، اعتقال، كل شيء، هم مش متوقفين أصلا. فخير وسيلة للدفاع هي الهجوم دائما وأبدا. وبلاش يا شباب علامة النصر أنها تكون هيك، خلينا نتعلم من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه علم المكلف في هذا الأمر أنه علامة النصر تكون هكذا التوحيد. بلاش هاي يا شباب، لا، هي هاي دائما وأبدا علامتنا دائما وأبدا التوحيد. فهم أصلا ما توقفوا عن هذا. فخير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وهذا أصل الفعل. وأما يا شباب المحور الثالث اللي بدنا نحكي فيه، فهو المشهد هذا التخاذلي اللي ورثناه إحنا دائما وأبدا ليس أصلا من الله ورسوله، وإنما الأصل في المشهد هو إخراج الصهاينة من فلسطين، وهو فرض عين على المسلمين. والتخاذل هذا يا شباب لسنين لن يكون يوما قاعدة. هذا الوضع العفن اللي احنا فيه ووجود الكيان الصهيوني مش لازم يكونوا يوم، وهذا فرض عين على المسلمين إخراجهم، على كل المسلمين وليس فقط على فلسطين. احنا يا شباب أمة واحدة، احنا إخوة، شعب واحد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تركوكم من هاي الحدود الوهمية العفنة هاي اللي قسمونا فيها، دم واحد، احنا إخوة. لاحظوا ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وحيي تحية إكبار بالذات طلعوا الشعب الأردني ما شاء الله. ما شاء الله فعلا إنهم دائما وأبدا عنوان للمجد، للأخوة، للانتماء، للمواقف، الرجولة، سبحان الله. دم واحد فعلا، شعب واحد فعلا. إذا جرح فلسطين فبتلاقي الدواء في عمان، إذا جرح في عمان بتلاقي الدواء في فلسطين دائما وأبدا. لاحظوا يا شباب، والله يا شباب لو فتحت الحدود كلياتها بس وصارت بس فقط غير آمنة، والله انفتحت من غزة، انفتحت من الأردن، انفتحت من لبنان، انفتحت ثاني يوم، يم ثاني يوم بدخلوا هذول من هون الشباب، وثاني يوم هذول بيطلعوا الكيان الصهيوني. ولكن مأمن على الحدود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فاحفظوا يا شباب، القاعدة هي إخراجهم، ومش لازم يوم يكون على تراب فلسطين وعلى القدس والمقدسات، مش لازم هذا يوم يكون. فهذا العار وهذا الخذلان وهذا ما يغضب الله ورسوله
عبر سنين ما بيجعلوا قاعدة إن نظل نحكي لا، في الأصل هو لازم هذا الهجوم، وهذا هو فرض الوقت وواجب الساعة. هذا المشهد الأول اللي يعري مواقف اللي هم اللي بيطلع لك هذول المخبطين واللي بينعقوا دائما وأبدا. وأما يا شباب المشهد الثاني اللي يعري مواقف، لاحظوا يا شباب إنه غزة محاصرة لسنين، ولما بدهم يستخدموا بأدوات بدائية، طيب ولاحظنا إحنا بساعات فعلت اللي ما فعلته الجيوش مجتمعة، الجيوش العربية لأكثر من 100 سنة. دليل على إيش هذا يا شباب؟ إنه لا يوجد نية وإرادة حقيقية لاجتثاث هذا السرطان وهذا الكيان الصهيوني وقطعان الكيان الصهيوني، لا يوجد إرادة. لاحظوا أنتم يعني محاصرين المقاومة ومش قادرين على إشي، وأسلحة بدائية وكل هذه السنين، وتطلعوا أنتم بساعات زلزلوا الكيان الصهيوني. والله يا شباب لو في دعم ما ظلوا ليومين، لو في إخوة تدعم ولو في إرادة. لاحظوا بأسلحة بدائية، إذن لو الجيوش استخدمت 1% أو رشقت كل دولة، هل بيظل كيان صهيوني اللي بيزينونا أنه إله سنين وقبة حديدية ومش عارف إيش وقوة عظمى ومش عارف إيش؟ ركعوهم 1000 من المقاومة، لاحظوا شو سوى فيهم، دمروا إسرائيل بساعات، خلوهم تحت الأرض بساعات. إذن يا شباب الأسلحة والدبابات والفرق الخاصة والمليارات وهالرتب كلياتها العسكرية، على إيش هذولا؟ على إيش هذه المليارات اللي سبحان الله لا نراها إلا لحماية عروش وكروش، ونجدها سبحان الله على الشعوب، وبالعكس من هذا نجد إيش إحنا؟ تمكين للصهاينة سياسيا واقتصاديا. هذول اللي بيسووا تطبيع معاهم وبيسووا اقتصاد معاهم وبيسهلون، هم حقيقة يمكنوا الكيان الصهيوني ضد الشعوب. لاحظوا الجرم والعمالة والخيانة يا شباب. فكل هذه المليارات وهاي عبر سنين، هذا كشفوا المقاومة سبحان الله، شوية رجال بأسلحة بدائية، طلعوا انتو شو سووا في إسرائيل فكم ساعة. إذن الجيوش هاي شو إيش وظيفتها يعني؟ مدام لا مقدس، مدام لا حق موقف، لا فرض وقت ولا واجب ساعة، إذن هذه المليارات والرتب وبيك وباشا والعقيد والمش عارف إيش والركن وفريق، على إيش هذول كلهم؟ على الشعوب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما يا شباب المشهد الثالث أيضا اللي يعري مواقف، ليش إحنا يا شباب كشعوب وعلماء ومؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني لا نقوم بحق الموقف من وحدة ونهضة مثل ما قام بحق الموقف المقاومين على ما يرتضي الله ورسوله، اللي هو يا شباب اليوم متمثل حقا ما يحب الله ورسوله باسم الكتاب، هذا الأمر المبارك العظيم الكبير، الحدث الأعلى والأغلى اللي يحمل توقيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن نغير ونتحرر من الظلم والاستبداد والتخلف، مثل يا شباب ما المقاومة والكيان الصهيوني يطبق على فلسطين وأهل فلسطين والمقاومة من سنين. طيب إحنا كأمة ليش ما نتجه من الموقف الحق، ولا بنصلي ونتعبد وكذا بدون حق موقف؟ ليش ما نتجه ونتحرر فعليا من هذا الوضع العفن المذل المهين
ليغضب الله ورسوله، اللي وصلنا إلى أذل الأمم. لاحظوا يا شباب صغار، اسمعوا اسمعوا وسائل التواصل وين ما كان، شو بدنا بالحياة؟ بدنا نروح نقاتل في سبيل الله، افتحوا لنا الحدود. وبدنا الكل بيقول لك شو الحياة الذليلة، الكل ميك الهوى، الكل مش قادر يطعم حاله، الكل مقموع، يا مسجون يا مهجرين، يا مش قادرين تحكي كلمة، وضع عفن ذليل. ليش ما نتحرر يا شباب؟ وهذا مثل إخواننا اللي قاموا بحق الموقف للتحرر، يجب علينا كأمة الآن إنا نغير ونتحرر من هذا الظلم ومن هذا الاستبداد ومن هذا التخلف ومن هذا الموروث اللي ورثناه عبر سنين. والله إنا قادرين يا شباب على التغيير، بمجرد ما نتحد على أمر الله ورسوله. هنا الكتاب مش رح يذهب لحدا يا شباب، يجب بدءا بالعلماء، يجب التواصل، يجب الوقوف على هون على هذا باب الكتاب، مش رح يذهب لحدا. الحبيب صلى الله عليه وسلم لاحظوا يا شباب ينادي، لحد الآن ما في مستجيب من العلماء. لاحظوا يا شباب الوضع، والله والله إني أخشى، والله إني أخشى من هذا. شباب لما تأكدوا أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وراء هذا الأمر لسنين، تركوا دنياهم وتركوا كل شيء وجعلوا في سبيل الله. أما إحنا وين؟ ولكن العذر بنحكي لعلهم لحد الحين ما حدا سامع، لعله الكتاب لحد الحين ما وصلش. يجب يا شباب ما يظل العالم، كلياتنا نتوحد ونبين على أمر الله ورسوله، حتى أنه يحدث التأثير على الأرض. هذا هو الهدف، التأثير. إحنا نتجنب هذا التعليق أفراد هيك وكل واحد لحاله، مش راح يؤثر. أما عندما نتوحد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فقط ادخلوا عليهم الباب. يجب اليوم كل عالم إنه يتوجه لباب الكتاب ويقف على باب الكتاب، ونتوحد وننهض كما يحب الله ورسوله. هذا حق الموقف اللي نتعلمه من إخواننا اللي قاموا بحق الموقف والهجوم على الأعداء ليتحرروا، وإحنا نتحرر من هذا الظلم والاستبداد ومن هذا الواقع. خاصة إيش يا شباب؟ بعد تأييد الموقف الجماعي لغزة، لاحظوا أنتوا لما ننهض مع بعض، إحنا شايفين على أرض الواقع، لما ننهض مع بعض ويقوم الناس كلياتها مرة واحدة، لاحظوا أنتوا يتحجم ويخنس ويخزى العملاء والمتآمرون، ما بيقدروا يفعلوا شيء للشعوب كاملة. لاحظوا أنتوا عشان الأمة تنهض والشعوب هيك تنهض مرة واحدة مع إخوانهم ومع دمهم كحق موقف، الكل يناصر فلسطين وغزة. لاحظوا أنتوا لما نكون مع بعض ما بصيروا يمسكوا فينا، والله واحد واحد هذا حكى كلمة إسجن وهذا حكى كلمة، لا، خلص يخنس الباطل، بيخرسوا بسكتوا مثل الشياطين، يخنسوا هيك بصيروا ينضبوا. هذا على أرض الواقع. فيجب يا شباب إننا نتوحد وتكون كلمتنا واحدة عبر مؤسسات مؤثرة للدعم والتأثير على الأرض. وأما يا شباب المشهد الرابع اللي أيضا يعري مواقف، من المعلوم يا شباب إنه الوقوف في المنتصف والحياد هذا بين قال الله ورسوله والأمة بمقدساتها وأرضها وبين عدوها، هو خيانة وعمالة تغضب الله ورسوله. إنك تقف في المنتصف والحياد بين الله ورسوله والأمة مقدساتها وأرضها، هذا خيانة وعمالة تغضب الله ورسوله. طيب، فما بالكم بالحرب؟ لما يصير في حرب، إذن الوقوف في المنتصف هون معصية وذنب أكبر كمان، إنك توقف على المنتصف. مثل إيش يا شباب؟ مثل مواقف
والله بعض كلمات وقف الحرب قال ووقف التصعيد. يعني أنا في المنتصف، ماليش دخل لا في الله ورسوله ولا الأمة ولا الدين ولا الأرض ولا العرض ولا مقدس ولا ماليش دخل. طلع وقف قال الحرب اللي بين الطرفين، يعني على أساس إني معتدل. بالذات يا شباب في الحرب الجرم أكبر. فطلع لما نلاقي نظاوي مثل هيك وقف الحرب وقف التصعيد، مع إنهم يا شباب هم في الخفاء نرى إنه تقريبا دعم لإسرائيل. لما تقول أنت وقفك وتساوي الضحية والمحتل تساويهم في بعض، المحتل ومغتصب الأرض والعرض مع الضحية تسويهم والله واحد، وكأنه أنت ملكش دخل لا في دين. طلعوا أنتوا رب العالمين، وعليه الصلاة والسلام لما يشهد هذه المواقف طلعوا المخزية قديش. هذا منحكي إذا وقفت على المنتصف والله وخلينا نهدئ الطرفين وكذا. يا أخي موقفك لازم يدعم إخوانك، لازم تسلح إخوانك، لازم تقف مع إخوانك، لازم الجيوش كلها ترشق هذا السرطان اللي في قلب الأمة مغتصب الأرض والعرض. لا، خلينا نوقف، بدناش يمس الكيان الصهيوني والصهاينة إشي. لاحظوا هذا كله يغضب الله ورسوله بشدة يا شباب. فما بالك يجيك نطع آخر هيك ضريب ترامادول قال يظهر عمالته وخيانته، إنهم حذروا الصهاينة من قبل مع إنهم زبلوا، يعني هذا قيمتهم يعني عندهم. طلعوا أنتوا الأمة كيف والشعوب كيف والمسلمين كيف والتوتر كيف، وهذا طالع لك تبع ترامادول هذا يعني عشان يبين إنها نزاهة. هاي نزاهة خالتك يعني، بتكون هاي عند أمك هناك. قال إحنا حذرنا إسرائيل، يعني تعلن خيانتك العظمى وعمالتك العظمى. ترى هم مأمنين يا شباب إنه الظروف هيك والله راح تتغير وهذا كلياته. يا ويلك من هذا العمالة وهاي الخيانة وهاي، ومن يأمرك بهذا وإنك تروح تخبر الكيان الصهيوني. لاحظوا يا شباب هذه العمالة، مع إنه ما لهمش قيمة عندهم وزبلوهم. قال هؤلاء يا شباب، طلعوا أنتوا هذا الزمن اللي نعيشه. قال هؤلاء يحاكم الرئيس المنتخب المدني الشهيد بإذن الله الرئيس محمد مرسي. قال بتهمة الخيانة، قال إنه بخابر وبيحكي مع قطر. هذا اللي حكى لن نترك غزة وحدها بعد اليوم. قال هذا يحاكم بتهمة الخيانة من الخونة. هاي سمة الزمن والله يا شباب. الحر والصالح يا بتلاقيه مسجون يا يعاقب، قال يا يسأل من الخائن حقيقة لله ورسوله والأمة وشعوب الأمة. هاي سمة هالزمن، هذا اللي احنا خايفين نصدح بكلمة الحق حتى نضل أذلاء في هذا الزمن. أو تلاقي يا شباب تصل درجة الوقاحة، يجي مسؤول ايش يصير يقول لك؟ يجب وقف العدوان على الشعب الإسرائيلي. تخيل لما تحكم مسلمين وشايف الناس كلياتها مع المقاومة وانت تقعد تحكي وقف العدوان. لاحظوا انتو يعني انا صهيوني مأصل يعني كأنه قاعد بحكي. لاحظوا الوقاحة والعمالة والخيانة والفرعنة في الباطل تصل لحد وين، حتى انه شعب كامل تحته ما يقدرش يعلق ولو بكلمة ولو بكلمة لمناصرة إخوانه. هذا الوضع اللي احنا فيه. أما يا شباب المشهد الخامس فهي نصيحة مشاركة من العبد الفقير إلى الله
ومعي شباب الكتاب لنشارك المجاهدين ولو بذرة ذرة من تراب في أرجلهم في غبار المعركة. وطبعا دائما وأبدا أنتوا أدرى بالإمكانيات وإمكانية المكان والزمان وغيره، فمش مثلنا القاعدين يعلق على القائمين. ولكن يا شباب أنتوا لاحظوا الكيان الصهيوني أقوى سلاح لإله اللي هو سلاح الجو، ويقتل من خلال سلاح الجو ويقصف من خلال سلاح الجو دائما وأبدا. فلو كان التركيز دائما وأبدا والضربات الاستباقية تكون على سلاح الجو الإسرائيلي، فإن ما استطعنا في ضربة استباقية نحاول استهدافه بعدين. وحتى يا شباب كم طيارة تصاب بهذه الصواريخ، يعني نجعلها بدل مرات لا تصيب أو في فراغ نجعلها على أسلحة الجو، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. راح يخاف الجنود الثاني، ما تعرفين هؤلاء جنود مخنثين وخوافين وشفتوهم كيف في المعارك. فدائما وأبدا معروف إنه لما بدنا نضرب ونهجم هم ردة فعلهم إيش راح تكون؟ في سلاح الجو اللي هو في الطيران، فهو يستهدف في البداية دائما وأبدا أقوى شيء للعدو، وبعدين الشغلات اللي يستخدمها واللي عصب في محاربة إخواننا في فلسطين، اللي هي يا شباب مثل محطات الكهرباء، هذه بتشل إسرائيل بتشلها شل. والنصيحة الثانية اللي بعد هاي اللي هي تسليح الناس لتشتيت العدو والإنهاك، اللي هي يا شباب بمعنى حرب الشوارع، حتى إنه العدو ينهك ليل مع نهار، وحتى إنه يصير في شتات مثل أول ساعات ما كانت في المعركة، لأنه يا شباب هذا بتحن المجال إن نجعل الصهاينة هدف للأسر للتفاوض فيهم، ويجعل موقفنا أقوى دائما وأبدا. وأما النصيحة الثالثة لأساتذتنا وإخواننا فهي محاولة قطع الإمداد عن الصهاينة اللي دائما يغذيهم، تلاحظوا من أول الضربات يركضوا على أمريكا وبدنا مدد وبدنا كل شيء، فصارت الدول تمدهم. طيب إحنا بالمقابل هذا إيش لازم يكون؟ وإخواننا ما في إلهم إلا الله ثم الأمة. مقابل هذا إحنا ليش بنحكي لازم الوحدة؟ حتى يكون في تنسيق ثم دعم، هنا يا شباب النجاح في التنسيق والدعم، لما نكون مؤسسة وعلماء متحدين وأمة متحدة وشباب متحدين كشعوب. اتركوا الحين الأنظمة، أنا ما بحكي عن الأنظمة، فورا بيكون لنا تأثير على الأرض وبيكون لنا إمداد لإخواننا اللي ما حدا رح يمدهم. يعني انتوا لاحظتوا العالم كلياته يقف مع إسرائيل، قديش بيموت من فلسطين وقديش كل يوم إسرائيل تعتدي، ما حدا بيجيب هالسيرة، قديش بيموتوا ما حدا بيجيب السيرة. أما الحين بيطلع لك بعد النضاوي للأسف يعني عرب صير يقول لك وقف العدوان على إسرائيل، هذا اللي يا شباب مسوخ بشر سبحانك يا رب. وبالمناسبة بنحكي لهم لفرعون الوقت، فرعون الوقت والزمان، نقول حقا أعجبتني عربيد الصحراء وصعلوكها، فإني تعلمت تقدير الخصم فقدروه، وأنت تستخف بالملايين لحساب أسياده، لتثبت صدق نبينا فينا غثاء علمتموه، فافجر والعب وخن وتصهيا كما شئت، عودناك أننا جيفة بل قطيع سقتموه، وضرب بعرض الحائط
ملايين المسلمين استحقارا لثوابتهم ودينهم، وهم خافون. فالأمة أصبحت تفتقر للرجال والأحرار، فلا ينبت مثله إلا فينا كحظيرة، فلتعرفوه. لو كان فينا عمر أو علي أو خالد أو حمزة لما تجرأ سفيه ونجس وحجموه، ولكن فينا علماء الندامة، اللهم لا حسد. أسعفوني بناي يلحن مواقفهم فاعزفوه، أو بتبخيرة أبخرهم لعلهم ملبوسون. صم بكم عمي ما زال يقرأ لا تزعجوه، ولسان حاله أنا أقول وأعلمكم فقط، ووقت موقف الحق كالفئران تجنبوه. وإني حزين عليكم كلما ترقعون الناقصة وافاكم بانحطاط مستحقرا لكم فرقعوه. فمن استغبى نفسه والناس منكم للآن، فماذا بتطبيعه كمحارب لربكم؟ برروه. ضعوا نقطة من أول السطر وترقبوا، سأنبئكم نبأ وسرا عظيما هلا عقلتموه. من ظن أن الله غافل عن الظالمين ويده مغلولة نقص إيمانه كلام، راجعوه. فأقسم بالله العظيم منذ 10 سنين والله يحاجج المواقف بتمكن، فخافوه. وأشهد شبابا يحبهم ويحبونه بهذا، فأملى للظالمين واستدرجهم وهم غفلوه. وهكذا القوي يترك الفجار ليرتفعوا، ويحفرون قبرهم بأيديهم وقد عمقوه، فيهوي الله به من عليائه فجأة ويجعل قبره رجما وعبرة للناس ليدفنوه. فإذا أراد الله نشر فضيلة أتاح لها لسان حساد وأشرار كي يحملوه، فأتى الله بنيانهم من القواعد وجعل العاقبة للمتقين كنهج تيقنوه. وهذه سنة الله قبل التغيير الكبير وسطوع شمس الحق والنور، فرددوه. وأبشروا إخوتي بيقين إن شاء الله، فهم يدكون آخر مسمار بنعوشهم، فبشروه. يخربون بيوتهم بأيديهم بتعجرف، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، تحسسوه. بشباب وجيل لا ينامون على ضيم، رباهم الحبيب المصطفى قائدهم، حفوه. ولا يرضخون لواقع ذليل متعفن، مجندون لحبيبهم ولو صغير أمر له عظموه. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.